بسم الله الرحمن الرحيم. جامعة تبوك، السنة التحضيرية، قسم الرياضيات، Mathematics 1، رياضيات 1. محاضرة اليوم بعنوان Section 1.4 The Complex Numbers. The Complex Numbers، الأعداد المركبة. الأعداد المركبة درس بسيط وجميل، وعندكم عنه خلفية من الثانوي، وبإذن الله يكون ميسر جدا بإذن الله. كمقدمة بسيطة يا شباب، خلنا نتكلم عن موضوع، يعني نفكر مع بعض كذا، يا ترى ما هي الحاجة إلى توسعة مجموعات الأعداد؟ What is the need to extend sets of numbers؟ بمعنى بسيط كذا، يعني أخذنا من البداية والمتوسطة والثانوي مجموعة الأعداد الطبيعية والصحيحة والنسبية ثم الحقيقية، إيش الداعي كل مرة نجلس نوسع في مجموعة الأعداد، نوسع؟ ها؟ يعني من باب التذكرة، إحنا عندنا أخذنا مجموعة الأعداد الطبيعية اللي هي set of natural numbers n، ثم الهول نمبرز وهذه علامة الجزئية سبست اوف، ثم أخذنا الانتجرز عدد صحيحة، ثم النسبية، ثم الصحيحة. يا ترى إيش السبب كل مرة نوسع نوسع نوسع؟ خلينا نشوف بطريقة بسيطة جدا. سؤال بسيط يقول solve 1 plus x equals 0. واحد يقول دكتور هذا سؤال تافه مرة، ودي الواحد جاية اليمين سالب واحد انتهت المسألة. اي نعم، ولكن كمل السؤال ان solve ان حيث ان يساوي 1 2 3 وهكذا، الاعداد الطبيعية. يعني ايش معنى السؤال هذا؟ معنى ابغى الحل، ولكن بشريطة ان الحل يكون داخل مجموعة الاعداد الطبيعية. تعرف ايش الحل هنا شباب؟ الحل هنا هو فاي، السوليوشن سيت هي فاي. ليش؟ لان الاكس يساوي سالب واحد لا ينتمي لان، وبالتالي مجموعة الحل ايش؟ فاي. فهذا في البداية خلانا ايش نقول؟ نقول والله لازم نعرف مجموعة اسمها مجموعة الاعداد الصحيحة تشمل الاعداد السالبة لتمكننا من حل مثل هذه المعادلات. So we need to extend set of n to contain negative numbers. لازم نوسع الـ n عشان تشمل الأعداد الإيش؟ السالبة. طيب by the same way، يعني بنفس الطريقة، هذا نفس السيناريو هذا شباب، خلانا نوسع ونجيب q ونوسع ونجيب r، والآن نبغى نوسع من r ونجيب حاجة جديدة. خلنا نشوف السؤال يقول solve 1 plus x squared equal 0 in r، كويس، اللي هي الأعداد الحقيقية real numbers. راح نودي الواحد جهة اليمين سالب واحد، وتصير x تربيع تساوي سالب واحد، وبالتالي الاكس راح تساوي موجب او سالب جذر سالب واحد. كلنا عارفين ان هذا انا اسميه فيروس، يعني السالب تحت الجذر التربيعي فيروس، كما ان الزيرو في المقام فيروس، يعني يخرب العدد. هذا ما في عدد بهذا المنظر حقيقيا، يعني كويس. اذا هذا لا ينتمي لار، وبالتالي مجموعه الحل فاي. طيب ايش الجديد؟ الجديد ان احنا وي نيد تو اكستند سيت اوف ار، يعني نوسع مجموعه الاعداد الحقيقيه ار هذه حتى تتضمن وتشمل مثل هذه الاعداد اللي هي جذر السالب هذه، كويس. فخلونا الان let us define، خلونا نعرف the new set of complex numbers، مجموعة جديدة اسمها أعداد مركبة، نرمز لها بالرمز C وهي أول حرف من كلمة complex، which contains the imaginary unit. أيوة هذه أهم شيء شباب، اللي هي imaginary unit I، اللي أنتوا أخذتوها بالثانوية حرف التاء. حرف التاء أول حرف من تخيلي وهو جذر سالب واحد، بالإنجليش اسمه I اللي هو أول حرف من كلمة imaginary، يساوي جذر سالب واحد، كويس. اسمها وحدة، الوحدة التخيلية أو imaginary unit، وحدة التخيلية اللي هي جذر سالب واحد، كويس. طبعا الجذر هذا سالب واحد راح يمكننا من إيش؟ شوف، يمكننا من معالجة السالب تحت الجذر، كويس. now any negative sign under the square root، أي إشارة سالبة تحت الجذر التربيعي can be replaced by i، يمكن استبدالها ب i. يعني مثلا عندك جذر سالب تسعة، طبعا كعدد حقيقي ما في هذا الشيء، لكن عدد مركب اي نعم فيه. كيف؟ شوف الجذر راح يتوزع على التسعة مرة وعلى السالب مرة. جذر التسعة كم؟ ثلاثة. جذر السالب كم؟ اي، فصيل ثلاثة اي. مثال آخر، مثلا سالب جذر سالب 16، السالب اللي برا ما لك دخل فيه، هذا هو يعني برا الموضوع. حلو، جذر 16 كم؟ أربعة. طب وجذر السالب؟ اي. اذا السالب تحت الجذر التربيعي هو عبارة عن ايش يا شباب؟ عبارة عن اي، وهكذا. إذا الإيماجينري يونت هذا اللي هي الآي مكنتنا من فتح باب جديد، باب كبير جدا يعالج أي إشارة سالبة تحت الجذر التربيعي. خلينا الآن نتعرف على أشياء كثيرة. النقطة الثانية الآن، the standard form of a complex number، الصورة القياسية للعدد المركب. نشوف مع بعض كذا يا شباب، الزد تساوي a plus bi، هذه اسمها الصورة القياسية للعدد المركب. وانتبهوا معي، كلمة مركب دائما تعني ان في شيئين حطناهم على بعض فعلا طبعا او اكثر يعني، لكن عندنا هنا شيئين فقط اللي هم ايش؟ نقول ان الزد عباره عن، الزد عباره عن a plus bi، a هذا حقيقي، bi هذا ايش؟ تخيلي.
يعني هذا الحال اسم حقيقي، هذا الحال اسم تخيلي. وليش قلنا تخيلي؟ لأنه ارتبط بالآي اللي هي جذر السالب واحد. فإذا جمعناهم على بعض يأتينا الإيش؟ المركب. طبعا مزيد من التعريف نقول where A and B are real numbers، يعني الـ A لحالها والـ B لحالها real، لكن الـ BI طبعا تخيلي، الـ A لحالها real part اسمه جزء حقيقي، الـ BI على بعضها كده اسمها الـ imaginary part جزء تخيلي. وفي عدد مهم جدا راح يلعب معنا دور كبير في المحاضرة هذه أو في الدرس هذا، اسمه Z bar أو المرافق الزد، وهو عبارة عن A ناقص BI، يعني هو نفس الزد ولكن مع تغيير إشارة الجزء التخيلي، يعني الحقيقي تحافظ عليه زي ما هو، التخيل هنا عبارة عن موجب بي اي راح يكون سالب بي اي اسمه الكونجوجيت اوف زد يعني المرافق. بسرعة نخش في الأمثلة اللي تعقب هذه النقطة شباب على طول. يقول هنا نبغى نحط لكم هنا العدد المركب، هذا جدول العمود هذا يعبر عن العدد المركب، أبغاك لكل عدد تجيب لي من هو الجزء الحقيقي حقه ومن هو الجزء التخيلي حقه والكونجوجيت لهذا العدد. يلا نمسك عدد عدد شباب. أول سؤال 6 ناقص 7 اي 6 ماينس 7 اي، ها الحقيقي كم؟ 6، واضحة جدا وضوح الشمس. التخيلي إذا قلت 7 اي خطأ، لأن السالب لازم يدخل معك، سالب 7 اي، سالب 7 اي هذا هو التخيلي، كويس. طب والكونجوجيت، الكونجوجيت عيد كتابة هذا العدد مع تغيير إشارة الجزء التخيلي، نعيد كتابة هذا العدد مع تغيير إشارة الجزء التخيلي، يعني 6 زائد 7 اي. موضوع سهل سهل مرة يعني. ها السؤال الثاني يلا، سالب 5 زائد جذر 2 اي الحقيقي كم؟ ممتاز سالب 5. طيب التخيلي موجب جذر 2 اي على بعضها كده، طبعا الاي برا الجذر التربيعي، والكونجوجيت هو مع تغيير إشارة الوسط، ما هو الوسط يعني او المعامل التخيلي، فتصير سالب، سالب 5 ناقص جذر 2 اي. طيب رقم 3 10، واحد يقول لي دكتور هذا ما هو عدد مركب، الا اي عدد حقيقي فهو مركب يا شباب. ليش؟ لأن أي عدد حقيقي هو عدد مركب جزءه التخيلي زيرو، كأنك بالضبط تقول لي بلاس زائد زيرو آي، كأنك كاتب كده صح ولا لا؟ والجزء الحقيقي سيكون 10 والجزء التخيلي هو زيرو، أما الكونجوجيت فسيظل كما هو دون أي تغيير، 10 كما هي، كأنك قلت 10 ناقص صفر آي. طيب ما هي فارقة 10 برضه، كويس. السؤال الرابع آي لحالها كده آي، وين جزءها الحقيقي؟ جزءها الحقيقي صفر، ما في حقيقي هنا، هو بس تخيلي. الجزء التخيلي هو i والكونجوجيت هو سالب i. اذا في المثال الثالث حبيت اجيب حاله خاصه ان التخيل بزيرو، وفي المثال الرابع حبيت اجيب حاله خاصه ان الحقيقي هو اللي بزيرو. اخر مثال معنا 3 i ناقص 4، وانتبهوا هنا يعني اغلب الشباب يطيحون طيحه بسيطه كذا. شوف 3 i ناقص 4 طبعا الحقيقي هو من هو سالب 4، ما هو اللي يكتب الاول هو الحقيقي، لا سالب 4 هو الجزء الحقيقي، أما التخيلي هو كم يا شباب؟ هو 3i. طيب إذا حبيت أجيب الكونجوجيت لا تقول لي 3i زائد 4 نغير الإشارة هذه، لا إحنا قلنا نحافظ على الحقيقي ونغير التخيلي، فتصير إيش يا شباب؟ تصير سالب 3i ناقص 4. شوف غيرنا من؟ غيرنا التخيلي، التخيلي هنا موجب 3i صار سالب 3i، واضح؟ ممتاز. نخش في الموضوع الثالث وهو the cyclic property of i، الخاصية الدورية لعدد i. هذا موضوع بسيط جدا 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 يعني، خلنا نشوف مع بعض واحدة واحدة. ها الحين يا شباب اذا جبنا عدد i ورفعنا له القوة صفر، رفعنا له القوة كم؟ صفر. i أس صفر كم تساوي؟ واحد. اي شيء اصلا أس صفر يساوي واحد صح؟ يلا ابغى اعلي الدرجة حقت الاس، i أس واحد اللي هي من؟ اللي هي جذر سالب واحد معروفة، كويس i تساوي جذر سالب واحد. طيب اذا قلنا i تربيع، i تربيع عبارة عن انك تضرب ال i في نفسها مرة، يعني جذر سالب واحد في جذر سالب واحد، عند الضرب راح يطير الجذر فيبقى سالب ايش؟ واحد. طبعا هنا في لبسة شباب، بعض الطلاب ايش يقول دكتور الجذر يعني ينفع نفتحهم على بعض فتصير سالب واحد ضرب سالب واحد تصير ايش؟ تصير موجب واحد. خطأ، وراح نبينها بعد كده كمان. المهم جذر ضرب الجذر يطير الجذر ويتبقى ما تحت الجذر فتصير ايش يا شباب؟ سالب واحد. طيب اي تكعيب، اي تكعيب عبارة عن اي تربيع ضرب اي، الاي تربيع اتفقنا انها كم؟ انها سالب واحد ضرب اي فتصير سالب اي. واخيرا خلصنا المجموعة الاولى، يعني اي اس صفر بواحد، اي هي جذر سالب واحد، اي تربيع سالب واحد، اي تكعيب هي سالب اي، كويس. يلا نرفع الاس كمان مرة، اي اس اربعة. طب i أس 4 ترى عبارة عن i تربيع ضرب i تربيع،
يعني سالب واحد ضرب سالب واحد، وبالتالي راح تصير ايش؟ موجب واحد. ممتاز. اي اس 5 يا شباب عبارة عن اي اس 4 ضرب اي، يعني صارت اي. طبعا هنا في حاجة مهمة جدا، طالما الاي اس 4 ساوت واحد يا شباب، هذا شيء مهم وسنعتمد عليه اعتماد كبير في اشياء كثيرة بعدين في الجزئية هذه. اي اس 5 مثلا راح يقول اي اس 4 ضرب اي، الاي اس 4 هذه بكم؟ بواحد، والواحد اذا انضربت في اي شيء ما تغيره فيصير اي. طيب اي اس 6 عبارة عن اي اس 4 ضرب اي تربيع، هذه ها ولا كأنها موجودة، واحد انضربت في اي تربيع يعني تعطيك نفس قيمة اي تربيع اللي قبل كده اللي هي سالب واحد. واخيرا اي اس 7 خلها اي اس 4 ضرب اي تكعيب، اي اس 4 هذه ها فكك منها، ما هي عبارة عن واحد، يتبقى اي تكعيب اللي هي من يا شباب اللي هي سالب اي. طيب ايش ملاحظين بالله عليكم؟ ملاحظين ان القيم هذه اللي هي واحد واي وسالب واحد وسالب اي، شايفين واحد واي وسالب واحد واي، تكررت مرة اخرى، كل هذه القيم تكررت، حتى انا كاتب هنا ايش؟ اجين، يعني تم اعادتها مرة اخرى. ايش نستنتج؟ نستنتج ان هذه خاصية دورية. بمعنى ايش دورية؟ يعني لو جيت تجيب اي اس 8 تطلع لك ثاني واحد، طب اي اس 9 تطلع لك اي، وهكذا تكرر نفسها كل 4 مرات يا شباب، كل 4 مرات تكرر نفسها. طيب نبغى نجيب صيغة عامة لهذا الموضوع، ها ان جنرال صيغة عامة، قال بسيطة جدا، اذا رفعت الاي لقوة مضاعفة للأربعة، يعني من جذر ضرب الأربعة، واي مضاعف للأربعة تعطيك واحد، لان في حقيقة الامر اي اس 4 كي، بس ركزوا معي كذا، ممكن نقول انها هنساوي اي اس 4 الكل اس كي، اي اس 4 الكل اس كي. طب اي اس 4 اللي جوا هذه بواحد، اذا رفعت لاي اس يعطيك واحد ايضا، واضح يا شباب؟ طيب اي اس 4 كي زائد واحد برضو، هذه شوف الاي اس 4 كي هذه تروح لانها بواحد، فتبقى اي اس 1 يعني اي، وبرضو نفس الشيء اي اس 4 كي زائد 2 ايش تعطيك؟ تعطيك اي تربيع اللي هي سالب واحد. اي اس 4 كي زائد 3 تعطيك ايش يا شباب؟ تعطيك زي اي تكعيب اللي هي سالب اي، مع العلم ان كي 0 1 2 3 ما تكون سالبة، يعني ما ينفع تكون سالب، واضح؟ برضو بعض الطلاب ما هم فاهمين، خلنا نشوف أمثلة بسيطة مرة. شوف مثلا اي اس 19، 19 هذه يا شباب ابغى اعيد كتابتها، ابغى اعيد كتابتها بصورة اي اس مضاعف الاربعة زائد باقي، بس مو واحد يقول لي نحطها 4 زائد 15، لا ابغى اقرب عدد لل 19 يكون من مضاعفات الاربعة، من هو 16، 4 في 4 16 يعني، كويس؟ إذا هي 16 زائد 3. سويت حاجة أنا؟ ها؟ 19 كم؟ 16 زائد 3، إيش معنى 16؟ لأنها من مضاعفات الأربعة، حلو؟ بعد ما تسوي كذا خلاص اخلعها، يعني ما نبغاها. ما نبغى 16، خش أي على تكعيب على طول، أي تكعيب. وأي تكعيب كم؟ سالب أي، ترى هذول لازم تكون حافظهم صم، إني يعني طبعًا واحد هذه معروفة، لكن أي هي جذر سالب واحد، اي تربيع سالب واحد، واي تكعيب سالب اي، لا تتلخبط في هذول، بس اهم شيء اي تربيع سالب واحد واي تكعيب سالب اي، كويس؟ فطلعت اني اي اس 19 زيها زي اي تكعيب بالضبط. طب مثال ثاني عشان نبين الموضوع، يلا اي اس 50، ها ابغى اعيد كتابة ال 50 في صورة مضاعف للاربعة زائد عدد، كم يصير يا شباب؟ اقرب عدد لل 50 من مضاعفة الاربعة هو 48، كويس؟ يصير 48 زائد 2، وبالتالي طنش 48 هذه وخش على التربيع على طول، تصير اي تربيع اللي هي سالب واحد. طب افرض ما كان في باقي، يعني افرض حطيت لك في السؤال هنا اي اس مثلا 100، اقول والله هذا عز الطلب زي ما يقولون، يعني اي اس 100 عباره عن اي ايش يا شباب؟ ما هي ال 100 اصلا مضاعفات الاربع، يعني كان الباقي راح يكون كم؟ راح يكون زيرو، تكون هذه يعني تعطيك واحد على طول، اذا كان الاس من مضاعفات الاربع يعطيك واحد مباشره. طيب اخر مثال معنا في هذه الجزئيه، واحد على اي اس 19، هذه لها أكثر من طريقة ترى. أحد الطرق إيش؟ أحد الطرق إنك تخلي الواحد هذا اللي أنا أحب أسميه يعني عجينة، ممكن تشكلها زي ما تبغى، الواحد هذا راح أخليه أي أس عدد من مضاعفات الأربع يكون أكبر من 19 بحاجة بسيطة، ها؟ يعني إيش؟ يعني أخليها أي أس 20 مثلا، ما هو أي أس 20 بواحد، صح ولا لا؟ فصارت أي أس 20 على أي أس 19 زي ما هي، تطلع بكم؟ تطلع بأي. مرة أخرى هذا هو السؤال. طبعا السؤال كيف يجي في اختبار؟ يقول لك سمبليفاي او بسط، او القيمه هذه ايش تساوي؟ واحد على اي اس 19 ايش تساوي؟ فممكن نقول كذا، راح ايش نسوي يا شباب؟ راح اشيل الواحد هذا واحطه اي اس 20. ايش معنى اي اس 20؟ لان 20 هذه من مضاعفات الاربعه، كويس؟ واكبر من 19 على طول، يعني اول عدد اكبر من 19 من مضاعفات الاربعه اللي هو 20، وبعدين
عند القسمة مع تساوي الأساسات نطرح الأسس فتصير 20 ناقص 19 واحد. بس كده، يلا بسرعة عشان نخلص بسرعة شباب المحاضرة هذه. النقطة الرابعة وهي equality and basic operations، التساوي، equality التساوي والعمليات الأساسية اللي هي جمع طرح ضرب قسمة. خلينا نشوف let a b c and d are be real numbers، أعداد حقيقية. إذن قوانين سريعة بسيطة جدا عندنا هنا. إيش يقول هنا؟ نقول عند التساوي إذا قلنا A زائد B I تساوي C زائد D I، في هذه الحالة فإن الحقيقي يساوي الحقيقي، A يساوي C، والتخيلي اللي هو ال B يساوي ال D، والتخيلي يساوي التخيلي. واضح؟ عند التساوي عددين مركبين فإن الحقيقي يساوي الحقيقي والتخيلي يساوي التخيلي. ممتاز. طب بالنسبة للجمع والطرح، عادي جدا. إذا عندك عدد مركب تبغى تجمع مع عدد مركب ثاني أو تطرحه، اجمع الحقيقي مع الحقيقي أو اطرحهم يعني حسب العملية المطلوبة، ثم التخيلي مع التخيلي. واضح؟ هنا في إشارة ناقص، معليش يا شباب، هنا في ناقص. طيب multiplication في حالة الضرب نقول هنا A زائد B I ضرب C زائد D I. في حالة الضرب طبعا يا شباب بسيطة جدا، راح تضرب ال A في كل هذا القوس وتضرب ال B I في جميع هذا في كل هذا القوس أيضا. واضح؟ نشوف كده مع بعض. امسك ال A واضربها في كل هذول A C زائد A D I. واضح؟ ثم امسك ال B I يلا وضربها في هذا القوس كله، تصير ايش؟ تصير B سي اي، وبعدين هذا ضرب هذا ايش يعطي؟ بي دي اي تربيع. اي تربيع هذه تتحول مباشره من الفقره السابقه الى سالب واحد. بمعنى اقول لك اذا سالتك الوهله الاولى هذا تخيلي ولا حقيقي؟ تقول لي تخيلي في اي، يقول لك لا طحت فيها، هذه اي تربيع سالب واحد تحولت الحقيقي. واضح يا شباب؟ فتصير ايش؟ تصير سالب بي دي، ونضيف على الحقيقي اللي في الاول هذا اي سي، فتصير اي سي ناقص بي دي تعبر عن الجزء الحقيقي الحاصل للضرب هذا، ثم زائد ناخذ اي عامل مشترك، فيتبقى عندك هنا ايش؟ يتبقى عندك اي دي زائد بي سي. اذا هذا هو التخيلي وهذا هو الحقيقي. نشوف امثله طبعا عشان الموضوع يبان اكثر. examples let z1 equals 7 minus 3i z2 equals 2 plus 3i and z3 equals negative 5 plus i find اوجد. المطلوب الأول إيش يقول؟ يقول زد واحد ناقص اثنين زد اثنين. يا سلام، ولا أسهل من كذا. زد واحد يعني عيد كتابة زد واحد مرة أخرى، هذا هو اللي هي 7 ناقص 3i، وبعدين ناقص اثنين وافتح قوس واعمل زد اثنين هنا، يعني تعويض مباشر. أول خطوة تعويض مباشر، ناقص اثنين وحطينا زد اثنين في القوس زي ما هي، كأنها كوبي بيست يعني، واضحة جدا. والآن ندخل سالب اثنين جوا القوس، كويس؟ يعني عيد كتابة العدد المركب الأول هذا 7 ناقص 3i، ودخل سالب 2 جوا القوس تصير سالب 4، ها سالب موجب سالب 6i، وبعدين اجمع الحقيقي مع الحقيقي والتخيلي مع التخيلي، يعني 7 ناقص 4 تصير 3، وسالب 3i مع سالب 6i تصير سالب 9i. انتهت. رقم 10 the conjugate of z1 plus z3 minus z2. انتبهوا، هو ما يبغى العملية هذه، يبغى الكونجوجيت حقها يعني، بس طبعا ما يمديك تحلها إلا إذا جبت الأول هذه ثم تجيب الكونجوجيت. خلنا نشوف يلا. زد واحد زائد زد ثلاثة ناقص زد اثنين تساوي زد واحد، هذه تعويض مباشر، زائد زد اثنين اللي هي I زائد زد ثلاثة، آسف، اللي هي كم يا شباب؟ اللي هي ناقص 5 زائد I، ثم ناقص زد اثنين. طبعا ناقص هذا نسميه خرب البيوت، يعني انتبه له بالمرة، خراب البيوت يعني اذا انضرب في موجب يخليه سالب، انضرب في سالب يخليه موجب. واضح؟ فنقول هنا ايش؟ ناقص زد اثنين، يعني هذه كلها موجب تخلي كلها سالب، سالب اثنين سالب ثلاثة اي. طبعا نجمع الحقيقي مع بعض يا شباب، 7 ناقص 5 فيها 2 ناقص 2 يروح، يتبقى سالب ثلاثة اي مع موجب اي، يعني سالب اثنين اي مع سالب ثلاثة اي يصير سالب خمسة اي. إذا the answer is 5i. إيش اللي صار؟ سالب 5i إيش اللي قلبها؟ اللي قلبها إنه السؤال كان يبغى الكونجوجيت، يبغى الكونجوجيت في النتيجة هذه. فإحنا بعد ما سوينا النتيجة طلعت سالب 5i، إذا المرافق حقها هو كم؟ هو 5i. ممتاز. السؤال اللي بعد كذا أبغى أضرب زد واحد في زد اثنين. أضرب عادي. إذا بسيطة، ناخذ 7 ناقص 3i نضربها في 2 زائد 3i كالتالي. نمسك السبعة يا شباب ونضربها في الأول ثم في الثاني. يلا. 7 ضرب 2 14، 7 ضرب 3i 21i. ممتاز. نمسك الثاني اللي هي سالب 3i ونضربه في القوس كامل. يلا، سالب 3i ضرب 2 سالب 6i، ثم سالب 3i ضرب موجب 3i. ايوه، انتبهوا بالله عليكم، سالب ضرب موجب سالب، ولكن i ضرب i اللي هي i تربيع كمان سالب، فيصير عندك سالبين مرة أخرى. عندنا هنا سالب ضرب موجب سالب، حلو،
واي ضرب اي، اي تربيع كمان سالب واحد، فتصير سالب سالب موجب. وطبعا 3 ضرب 3 كم؟ 9. اذا الموضوع ابسط مما تتخيل يا شباب، ضرب عادي جدا، اللهم بس تاخذ بالك انك لما تضرب الثاني في الثاني راح تسوي تغيير للاشاره لا تطلع. يعني كيف يعني؟ هذه سالب ضرب موجب سالب، لا تخليها موجب. ليش؟ لان الاي تربيع راح يصير سالب فيغير الاشاره كمان مره. واضح؟ ثم الخطوه الاخيره انك تجمع الحقيقي مع بعض وتخيل مع بعض. يعني 14 مع 9 23، اما 21 اي ناقص 6 اي تصير 15 اي. ماشي. سؤال كمان 12 يقول زد 3 تربيع، زد 3 تربيع. بسيط جدا، نحط قوس كذا، نحط هذه زد 3 اللي هي سالب 5 زائد اي، نبغى نربع. ايش القانون يقول؟ مربع الاول اللي هي 25، وبعدين 2 في الاول في الثاني، يعني 2 في سالب 5 في سالب 10 اي هذه هي، والثاني تربيع زائد اي تربيع. اي تربيع بكم؟ سالب 1، فتصير 25 ناقص 1 24 ناقص 10 اي. هذا السؤال يعني للمتميزين شوي، حله ممكن يصير طويل وحله ممكن يصير بسيط مرة. ايش السؤال يقول؟ زد 1 تربيع ناقص 14 زد 1 زائد 49. مرة أخرى، زد 1 تربيع ناقص 14 زد 1 زائد 49. هذا مقدار ثلاثي ولكنه مميز شوي. كيف يعني مميز؟ إذا دققنا فيه يا شباب، انتبهوا كده، الحد الأوسط هذا عبارة عن إيش؟ شوف، هاد الجذر الأول زد 1، هاد الجذر الثاني الثالث 49 7، دبلوا يعني دبل 7 زد 1 تساوي 14 زد 1. هذا اسمه مربع كامل. مرة أخرى، إذا جبنا الجذر الأول والجذر الثالث ودبلناهم، جبنا الدبل يعني بغض النظر عن الإشارة، يطلع لك إيش؟ إذا طلع لك اللي في النص، إذا طلع اللي في النص أجل إيش؟ أجل هذا مربع كامل. يعني إذا هذه 50، إذا هذه مثلا 50 مثلا، ما يسمى مربع كامل، لكن حظنا حلو هذا مربع كامل. إيش تفرق؟ تفرق إني بدل ما أمسك زد 1 وأسوي له تربيع وأضرب سالب 14 وزد 1 وأجمع 49، قصة طويلة. لا، يمدينا أكتبها كيف؟ شوف شوف كيف الموضوع بسيط. يمدينا أكتبها زد 1 ناقص 7 الكل تربيع. إيش معنى السبعة؟ اللي هي الجذر الثالث. ويمديك تتأكد يعني فك التربيع تحصل هذا كله. واضح؟ فكتبناه بهذه الصورة. طبعا حساب هذه الصورة أبسط 100 مرة من حساب هذه الصورة. كل اللي راح تسويه إنك راح تجيب زد 1 تطرح منه 7 وتربع. وحظنا حلو كمان، زد 1 عبارة عن كم؟ 7 ناقص 3 اي. فلما تشيل زد 1 وتحط 7 ناقص 3 اي وكمان ناقص 7، تروح سالب 7 مع موجب 7، فتبقى سالب 3 اي. تربعها، تربع السالب هذا الأول، الأول سالب هذا تربع تصير موجب، وتربع الثلاثة 9 وتربع اي تصير اي تربيع يعني سالب 1 كمان، تفصيل سالب 9. طيب يا شباب يلا، كمان سؤال هنا ايش يقول؟ نبغى نضرب 4 زائد 3 اي في 4 ناقص 3 اي. 4 ضرب 4 16، وعندنا هنا ايش؟ عندنا موجب 3 اي في سالب 3 اي تصير كم؟ موجب ضرب سالب سالب، لكن الاي ضرب اي، اي تربيع خلها موجب مرة أخرى، و3 ضرب 3 9. معي يا شباب؟ فتصير 16 زائد 9. واحد يقول طيب يا دكتور، ما ضربنا الأربعة في سالب 3 اي وما ضربنا 3 اي في 4، يروح مع بعض. هذا فرق من مربعين يعني، كويس؟ يطلع لك فرق من مربعين، لكن دائما الجزء الثاني يصير موجب بسبب ضرب الاي في الاي. تطلع 25 في الأخير، 16 زائد 9. طيب مرة أخرى، 1 زائد جذر 7 اي في 1 ناقص جذر 7 اي، شو تصير؟ 1 ضرب 1 1، موجب ضرب سالب سالب، ولكن الاي في الاي، اي تربيع تخليها موجب ايضا. جذر 7 ضرب جذر 7 يصير الجذر يتبقى 7، فتصير 1 زائد 7 8. في المثالين هذول لاحظنا حاجه يا شباب، من يقول ايش العلاقه بين القوس الاول والثاني؟ هذا مرافق هذا، حتى هنا هذا مرافق هذا، كويس؟ في حاله ضرب المرافقين في العدد في المرافق يعني يطلع لك عدد صحيح بدون تخيلي ابدا، ما في تخيلي. واضح؟ حتى نبغى نسجل ملحوظ هذه، يلا important remark، اذا عندك اي زائد بي اي تبغى تضربها في اي ناقص بي اي راح يعطيك اي تربيع زائد بي تربيع مباشره. ربع هذه، ربع معامل الاي هنا وخلاص، وزائد في النص دائما دائما ابدا، زائد في النص. طبعا نلاحظ ايش؟ نلاحظ ان هذا هو conjugate numbers، عدد مترافقه، يعطيك real number. ايش الفائده؟ الفائده في القسمه صراحه، موضوع القسمة. إذا عند قسمة أعداد مركبة على بعضها البعض يا شباب، إي زائد بي أي تبغى تقسمها على سي زائد دي أي، لابد من ها عند قسمة أعداد مركبة لابد أو يجب ضرب البسط والمقام في مرافق المقام. يعني أنت أبدا ما يمديك تحل هذه المسألة حقت القسمة هذه إلا إذا ضربت كل من البسط والمقام في مرافق المقام. إذا إيش تسوي إذا جاتك مسألة زي قسمة كذا؟ راح تعيد كتابة الكسر مرة أخرى هذا، ثم تضرب بسطا ومقاما في مرافق المقام. تقول أضرب في سي ناقص دي أي هنا وهنا، وتكمل عادي.
المقام هو نفس ايش؟ المقام هنا وهنا هو نفس المسألة اللي أخذناها قبل كده. راح تقول سي تربيع زائد دي تربيع. أما هنا تضرب هذا في هذا عادي جدا وتكمل الحل الأخير. ودي تقسم في الآخر. عشان الوقت بس خلى في مثال أحسن. السؤال يقول هنا ايش؟ رايت ان ستاندرد فورم. اكتب في الصورة القياسية اللي هي عدد حقيقي زائد عدد تخيلي. واعطاك قسمة، اعطاك 6 زائد 7 اي على 2 ناقص اي. ها شو نسوي يا شباب؟ أول خطوة نعيد الكسر مرة أخرى. هذا السؤال، ها هذا إلى هنا ينتهي السؤال، من هنا الإجابة. نحط 6 زائد 7 اي على 2 ناقص اي، نعيد السؤال مرة أخرى، ثم نضرب بسطا ومقاما في مرافق للمقام، يعني 2 زائد اي، 2 زائد اي. يلا من يضرب المقامات في بعضها؟ 2 ضرب 2 4، أو مربع 2 4، مربع 1 1، وزائد في النص، لازم زائد في النص. يلا شو كيف نجيب من البسط هذا؟ امسك الستة وضربها في العدد هذا كله. 6 ضرب 2 12، 6 ضرب اي 6 اي. ثم 7 اي ضرب 2 يعني 14 اي، وبعدين 7 اي ضرب اي، ها موجب ضرب موجب موجب، ولكن الاي تربيع تخلاها سالب فتصير سالب 7. ثم نجمع الحقيقي مع بعضه، 12 ناقص 7 5، و6 اي مع 14 اي 20 اي، الكل مقسوم على 5. يمديك توزع 5 على 5 1، و20 اي على 5 في 4 اي. طبعا في خطأ مشهور هنا يقول لك ايش؟ طير الخمسة مع الخمسة وتبقى 20 اي. هذا خطأ، إذا مضروبين ماشي، لكن هذول مجموعين لازم تقسم كل واحدة منهم على حدة على 5. كمان مثال، يلا 1 على 1 ناقص جذر سالب 9. طبعا هذا السؤال بسيط، بس في الأول في تريك بسيطة كده. خلنا نحول هذه إلى صورة الآي. جذر التسعة قلنا 3، وجذر السالب يصير اي، فكأنها 1 على 1 ناقص 3 اي. نضرب بسطا ومقاما في مرافق المقام اللي هو 1 زائد 3 اي. المقام ضرب مرافق عدد المترافقين يصير موجب 1 زائد 9 المربع هذا، فتصير 1 زائد 9 10. اما بالنسبه للبسط طبعا 1 ضرب اي حاجه تصير نفسها 1 زائد 3 اي. يمدينا نوزع الان 1 على 10 زائد 3 على 10 اي. هنا ملاحظة بسيطة يا شباب اللي أنا قلت لكم عليها قبل كده. جذر سالب A في جذر سالب B، كثير من الطلاب ممكن يدخل الجذرين على بعض يقول لي سالب ضرب سالب موجب فتصير AB. لا، الحل الصحيح جذر سالب A هو جذر A في I، جذر A في I برا كده. جذر سالب B هو جذر B في I، I برا كده. فتصير ايش؟ جذر A في جذر B خلى جذر AB، ما في مشكلة. وI ضرب I، I تربيع تصير سالب. هذا لأي أعداد A و B جوا R. آخر ملاحظة هنا عشان المحاضرة طولت شوي، معليش. آخر محاضرة، آخر جزئية هي solving equations involving complex numbers، يعني حل معادلات تتضمن أعداد مركبة، تتضمن أعداد مركبة. عندنا نوعين من الأسئلة. السؤال هذا يقول solve عندنا مثلا 1 زائد x زائد y ناقص 2 الكل في i على 1 زائد i تساوي 2 ناقص i. نبغى نحل يعني نوجد قيمة ال x وال y. ترى هذه بسيطة جدا، حلها يعتمد على ايش؟ أول شيء نضبط الصورة شوي، نضرب في 1 زائد اي، ها كأنه مثلا مقص، أو إنك تتخلص من المقام عن طريق ضرب الطرفين في 1 زائد اي. لما تضرب في 1 زائد اي طبعا راح يختفي من هنا من الطرف اليسار، ويظهر هنا 2 ناقص اي مضروب في 1 زائد اي، كويس؟ يعني ايش تساوي يا شباب؟ يلا يعني نضرب هذه بسرعة كذا، 2 ضرب القوس تصير 2 زائد 2 اي. نضرب سالب اي في القوس هنا فتصير سالب واحد، سالب اي اسف، سالب اي، وبعدين سالب ضرب موجب سالب، لكن الاي تخلى موجب مره ثانيه فتصير زائد واحد. ثم ايش؟ ثم نقدر نقول الحقيقي هنا فين؟ واحد زائد اكس. نسوي الحقيقي هنا اللي هو 2 زائد 1، شايفين 2 زائد 1 اللي هي 3. والتخيل هنا اللي هو واي ناقص 2، نسوي التخيل هنا اللي هو كم يا شباب؟ اللي هو 2 اي ناقص اي يعني 1، نسوي بواحد. يعني جبنا الحقيقي يساوي الحقيقي والتخيلي يساوي التخيلي، ونكمل مع بعض ودي الواحد هنا جهة اليمين. يعني المسألة تحولت إلى معادلتين خطيتين في منتهى التفاهة. الـ x تساوي 3 ناقص 1 اللي هي 2، والـ y تساوي 1 زائد 2 اللي هي 3، وتنتهي المسألة على كده، كويس؟ النوع الثاني من الأسئلة يجي كده، يقول لك solve 1 زائد 3 i الكل في z زائد 4 ناقص 5 i تساوي 3 زائد 2 i. في هذه الحالة أبغى أجيب الـ z. ترى هذه مسألة بسيطة، اعتبرها كأنها مسألة أخذتها قبل كذا. أودي الأول العدد هذا جهة اليمين بإشارة مخالفة، ثم أقسم على معامل الزد. واضحة؟ شوف، خلي هذا هنا في الطرف اليسار، ودي هذا إلى جهة اليمين، هذه بسالب 4 وهذه موجب 5 آي، ونجمعها. السالب 4 وعندك هنا 3 تصير سالب 1، هذا تصير موجب 5 آي مع 2 آي يعني 7 آي. ثم نقسم على من يا شباب؟ على معامل الزد. فتصير الزد بكم؟ تصير سالب 1 زائد 7 اي في البسط على 1 زائد 3 اي. انتهت؟ لا، باقي لازم تحطها في ابسط صوره، وهي تيجي عن طريق انك تضرب بسطا ومقاما في مرافق المقام. نفس السؤال اللي اخذناه قبل شوي. هنا في
عددين مترافقين تصير موجب 1 زائد 9 تصير 10، وهنا تضرب هذا في هذا يعطيك سالب 1 زائد 3i، وبعدين 7i في 1 ب7i موجب ضرب سالب سالب، ولكن i تخلى زائد، و7 ضرب 3 21. نجمع الحقيقي مع بعضه، عندنا 21 ناقص 1 يعني 20، وعلى 10 تصير 2، وهنا عندنا 7i زائد 3i 10i على 10 تصير i بس. آخر جزئية ونغلق. في سؤال يقول ليش يا شباب، يقول for what real values of x does جذر 6 ناقص 3 x represent imaginary number. مرة أخرى، for what real values of x، لأي قيم x سيكون الجذر هذا يتضمن أو يمثل عدد تخيلي؟ متى يمثل الجذر عدد تخيلي؟ لا يمثل الجذر عدد تخيلي إلا إذا كان ما تحت الجذر سالبا. فكأن الإجابة إيش تقول؟ تقول والله لازم عشان هذا يصير تخيلي أني تحت الجذر، شوف ترجم، يلا ترجم للرياضيات، تحت الجذر يصير سالب، هذا تحت الجذر 6 ناقص 3 إكس يصير سالب، يعني إيش؟ يعني أقل من صفر. كلمة يصير سالب يعني أقل من صفر، واضح؟ وحلها خلاص صارت سهلة. ودي سالب 3 إكس جهة اليمين تصير 3 إكس أكبر من 6، قسم على 3 تصير x أكبر من 2 يعني من 2 لما لا نهاية. بمعنى أني عشان هذا يعبر عن عدد تخيلي لازم تكون ال x من 2 مفتوحة إلى ما لا نهاية. جرب كده مثلا، خذ ال x ب3، 3 ضرب 3 9، 6 ناقص 9 سالب تحت الجذر يطلع عدد تخيلي فعلا. أما إذا أخذتها ب2 نفسها مثلا 2، ها 2 تصير 6 ناقص 6 0، ما هو تخيلي. إذا أخذتها ب1 نفس الشيء وهكذا. وشكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، توفيق إن شاء الله.